داخل العام الدراسي الجديد، وكان التفوق هو لعنوان كل طالب. وايضا لازم مو بس انه نحن نتفوق بمجال الدراسه، لازم يكون في غذاء سليم ليقدر الطالب يكفي مسيرته التعليميه بشكل مهم. شو هي الاغذيه اللي بتساهم بتركيز الطلاب على ذاكرتهم لدائما تضل حاضره؟ سلمى رح نتعرف عليها اكيد مع ايفانا. يسعد صباحك ايفانا، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباحك سلمى. هلا. يعني دائما ايفانا الاهل بيسعوا خلال الفتره الاولى للتعليم او رجعه المدارس انه يكون في عنا غذاء مفيد. تمام. صيفيه، سهر، مشاوير، مسبح، قصص طيبة، لخبطة بالأكل، أكلات طيبة كتير، بوزة وهي القصص. خلينا نقول كيف نبلش هيك نظام غذائي خرج الطلاب والمدرسة. هلا أول شيء كتير 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 مهم، أهم وجبة هن بالنسبة للأطفال هلا أطفال المدارس، عشان يقدروا أصلا يكونوا مركزين منيح وياخذوا الطاقة الكاملة وما يتعبوا ويعطونا الشغلات المفيدة والنتائج المفيدة بالدراسة هي الفطور. فهي مثلا لازم الام او الاب يفيقوا الطفل قبل بساعه من المدرسه، يعطوه الفطور. كثير مهم يتعود معه انه يقعدوا يفطروا كمان معه، لانه الطفل رح يقلد اهله. شو الشغلات اللي ممكن يفطرها الطفل؟ ممكن الشوفان، الكورن فليكس، الخبز، البيض، اي انواع الاجبان، اللبنه، ممكن الزعتر، ودائما لازم يكون في خضار او مثلا فواكه، او يختمها بكاسه عصير. هلا هاي الاشياء لما نحن او المصادر الغذائيه نحن تناولناها، فانت اخذتي كل المصادر الغذائيه اللي بتعطيكي طاقه. انت نايمه لك 8 ساعات، بالنسبه للطفل بيكون راح نزل السكر الدم تبعه، بده يفيق عشان يقدر يستمر خلال اليوم. صح. ويصير عنده هاي الطاقه لازم يفطر. طبعا اكيد كاسه الحليب كثير مهمه. صحيح. يعني يا ايفانا هذا الحديث كثير مهم اللي عم نحكي حول الغذاء بالفطور. تمام. الطفل دائما بيحب الشغلات الطيبه ودائما يعني بيعاند اهله. صح. ليقدر ياخذ هدول الشغلات. يمكن احيانا في اطفال ما بتتقبل الحليب سلمى، فممكن مثلا يحطوا لهم بقلبه شيء. خلينا نخبر الاهالي نصايح منك ليقدروا شوي. تمام. يخففوا معاناه مع اولادهم. هلا في الاهالي بتقدر ماديا انها تجيب الكورن فليكس، بتجيبه على طعمات، ممكن نضيف للحليب شويه سكر. تمام. او انه رح يعودوهم بالحليب يحطوا لهم ميلو الشوكولا، هي بحبوها. تمام. بيقدروا يتناولوها. ممكن احيانا اذا ما بدهم يعملوها كوكتيل صباحي مع الموز والتفاح، او مثلا الفريز. هلا بما انه بعدنا موسم بالصيف وموجود الفواكه هاي، بيكسروا طعمه الحليب اللي ممكن الاطفال ما يتقبلوها. اكيد. كمان ايفانا يعني بتراثنا الشعبي معروف سندويشه الزيت والزعتر. تمام. تمام. يعني من نحن وصغار كنا وقت نروح المدرسه سندويشه الزيت والزعتر. هلا اذا بدنا ندخل فيها ونحكي شوي علميا، إلى فوائد كتير مهمة. تمام. وخصوصاً للغذاء عند الأطفال مو بس كل السنوات. وقد ايه مهم مثل هي أنواع السندويشات غير الزيت والزعتر وفوائده؟ أكيد. تمام. كتير مهمة. ليش؟ أول شيء الزعتر بشكل عام هو منشط للدماغ، يعني حتى أيام المدرسة أو الفحوصات لما قلنا بتكون بلشوا تستوعبوا الدراسة، بتكون بلشوا بسندويشة زعتر. المصادر الغذائية الموجودة فيها كلها هي عبارة لتنشيط الدماغ وإعطاء الطاقة. هلأ بس في شغلة، أنه بالنسبة لشان الأطفال القابلين للسمنة، نحن بدنا نبدل الخبز الأبيض البيض نلفيه السندويشة بالأسمر. تمام. أما الأطفال اللي بدهم يسمنوا نعطيهم يا خبز أبيض يا سمون. فأنت كمان عم تاخدي الزعتر مع أكيد مع خيارة. فأنت هون أخدتي نشويات وكل المصادر والمعادن ومعك خضار. فأنت بهالسندويشة الصغيرة اللي هي ما بتعبي العين فيها كتير عضوضة، تكون فيها كتير فوائد كبيرة. دائما ايفانا بيقولوا انه ليش لفيتوا لنا زعتر؟ يعني هنا الاطفال بيحبوا المرتديلا. تماما. انه كل يوم زعتر، فمثل ما حكيتي انه قد ايه مهمه للذاكره. يعني هلا كل اللي عم يسمعونا يخبروا اولادهم انه ظريف الزعتر عشان تفتح ذهنك وتستوعب. صح. نبلش بشيء خفيف فيه مصادر غذائيه وخصوصا مثل الزعتر. طيب في اضافات؟ يعني هلا مثلا صرنا نشوف اوقات بيحطوا مع الزيت والزعتر اشقوان بسخنوها بالسخانه، اوقات بيحطوا مع حد للي بيحب. بيأثر شيء على امتصاص قيمتها الغذائيه؟ ما بيأثر شيء. ممكن نحطوا زيتون وبندوره وخيار مثل منقوش الاكسترا بنقول نحن مثلا. تماما. كثير رجعنا. هاي كثير مفيده. بالعكس انت عم تزيدي مصادر غذائيه لها، عم تزيدي فوائد. هلا الجبن الاشقوان اكيد حتى اي سندويش ممكن صباحي مثلا. في كثير امهات بيسالوا شو ممكن السندويش غير الزعتر؟ ممكن انهم يعملوا لهم الاشقوان كل انواع الاجبان، الالبان، حتى المرتديلات. طيب سهلي بتحب المرتديلات شكلها جدا، يعني حتى
كنا نتخانق مع اهالينا انه ما بدنا لبنه، ما بدنا زعتر، بدنا يعني مثل ما قالت ايفانا في فوائد معينه لازم الانسان ياخذها. على فكره رجعنا عند الصبح نحن بلا فطور هلا بدنا نفطر زيت وزعتر اكسترا بس تمام. فممكن احيانا كمان تعمل سندويشه النوتيلا، هاي للمقتدرين ماديا، او حتى الشوكولا الوطنيه، ممكن حلاوه، ممكن مربى، بس باكد الخبز يفضل الاسمر اول شيء لانه فيه زنك. هلا لانه ممكن اطفال المدارس بسبب الاكلات الطيبه بيميلوا للشغلات لسعرات حراريه ما لها فوائد. لا، اذا اكلنا خبز اسمر فهي كثير مفيده للاشخاص ينصابوا فقر الدم. هلا كثير اطفال مدارس بتنصاب بسبب سوء التغذيه وسوء انه ما يعرفوا شو بدهم ياكلوا، بصير معهم فقر دم، فبينتبهوا للزنك وبالنسبه للحديد. الخبز الاسمر الوجبات الصباحية الفطور كتير مفيدة لإلهم وهم ما يصابوا بفقر الدم. إيفانا منعرف الشاي هو يعني بيحبوه الأولاد نوعا ما وهو المتاح لإلهم لأنه ما فيهم يشربوا قهوة. الشاي فيه أحيانا بيسحب حديد من الجسم مثل ما سبق وحكينا نحن عنه. قديش لازم الأهالي يعني يعتنوا بالكمية تبع أطفالهم بيشرب الشاي؟ أنا بفضل ما يشربوا الشاي تماماً. حتى اللي بعد ساعة من الأكل وأكيد ما عندهم قد بيكونوا صاروا بالمدرسة، بفضل أنه الحليب أو العصير يكون موجود بالفطور وأبدا الشاي ما يتفضل إلا إذا يشربوا بعد الغداء وبعد ساعة، سواء الأحمر والأخضر أفضل من الأحمر، فيه مضادات أكسدة عالية وسناتهم جيدين. يفضل كمان أنه يكون كوجبات خفيفة. نعم. طيب كمان إيفانا يمكن بعض الأهالي هلأ بيسألوا أنه نحن الطلاب المدارس أخذوا وجبة الإفطار وهي وجبة أساسية حتى لكل العالم، وقت يرجعوا على البيت في كتير طلاب بيحبوا هنا طالعين من المدرسة يشتروا أنواع من التسلية مثلا بسكويت أو خلينا نقول شيبس أو من هاي، وبالتالي بيوصلوا على وجبة الغداء ما بيأكلوا الوجبة الغداء. هذا الشيء كيف فينا نعالجه؟ في أنه هي الأم تعمله البوشار بالبيت، تجيب الشيبس المقلي تعمل له اياه، تحط له اياه بكاسه صغيره، تبعت له الفواكه معه، فهو صار عنده سناك ثاني هو طالع. هلا نحن بنفضل انه يعودوه ما ياكلوا ليرجع على البيت قبل البيت قبل الغداء تكون في كم ساعه فيها تعميل فواكه، فيها تعميل حليب، ممكن تعمل له شوربه لإله. بيجي على الغداء ما انه جوعان، الوجبه العائليه نحن بنقولها. فيا انه بتبعت له الشغلات هي تعمل له اياهم حتى الكيك بالبيت لانه حيكون عنده مثل سناك فهو ما انه مضطر يشتري، فهي عادي بدها تعوده انه لا انا بعمل لك ولا تاكل من برا. طيب تمام. إيفانا يمكن بالكنترول هلا عم يقول لنا شو كانوا يشتروا من بعد ما يطلعوا من المدرسة. يمكن رامي كان يشتري الأقضامة مثل ما سمعت اللي فيها نوع من السكر أو الملونة. الملونة يعني، وهي الأطفال كانوا كتير يعني بيحبوها، كل شيء فيه بونبون بيحبوه. هل هذا الشيء صح إنه يأخذوه قبل الغداء؟ هلا هو ما يعني نحن بنقول للأمهات كلهم الأهالي ما تمنع أولادكم على الأكل السكريات والحلو والشيبس، بس مو كل يوم، ممكن مرتين بالأسبوع وثلاث مرات بالأسبوع. هلا إذا كانت الكمية قليلة، بس أظن رامي بياخذ كمية كبيرة، فلا بيفضل ان احنا نقلل الكميه. مثل ما قالت انه ممكن هي امه تشتري له اياه تحط له اياه بالشنطه ياخذها معك انت بتاكله، بس هي بتكون تحكمت بالكميه. فمشان هيك نحن وقتها نتدارى انه نحن ناكل شغلات سعرات حراريه عاليه توقفنا على الغداء نحن ما نقدر ناكله. طيب كمان فينا نحكي شوي يمكن عن وجبات الغداء اللي هي المحببه شوي للاطفال. يعني عاده بنقول انه فينا نعمل شيء من الاكلات اللي هو السناك بس بطريقه البيت. تمام. لحتى انا اخليه يكون عنده رغبه انه ياكل هاي الاكلات وما يحس انه هو انمنع عن شيء ممكن ياكله برا وما يقول اصلا. يعني بنلاقي نوع من البدانه بسبب انه هن عم ياكلوا اكلات برا وما بيرجعوا بيعترفوا فيها. يعني هلا فيها مثلا نفترض ان اكثر الاولاد اليوم بيحبوا الشاورما البيتزا هدول القصص، فيها الام شاورما فيها الام تعملها بالبيت. اول شيء انظف، تعرف انه ما لح يصير عنده اي مشاكل هضميه او امراض. ثاني شيء بيتعود الطفل ما عاد ياكل برا، حتى الهمبرجر، حتى هدول الاكلات كثير السريعه اللي بياكلوا، حتى الفلافل ممكن تعملها، ممكن اوكي تجيب الفلافل من برا، بس هي تعمل الساندويش تمام الساندويش الكميات الموجوده فيها المخلل وهالقصص، فهيك بصير بيتناول انه اوكي نحن عم ناكل مثل اكل برا بس موجود. هلا بفضل طبعا نحن نبتعد شوي عن هدول الاكلات، بس انا ولا بد اذا الطفل بيحب هالاكل عشان ما ياكله برا الام تعمله. بفضل دائما الطبخ بالمي، بس نبلش المي السلطات تكون حتى تزين تلون الام بالصفرة، والطبخات قد ما طبخت بتكون سيفتي اكثر وسعرات حراريه اقل من الاكل الخارجي. تمام. يعني ايفانا الاهل لازم انه يضبطوا النظام الغذائي لطفلهم، ومثل ما حكيتي الطبخ اهم شيء. الاطفال بيميلوا للاكلات الهامبرجر تماما، يعني احيانا بتكون الام طابخه فالولد لا بيفضل ياكل السناك من برا وبياخذ
سعرات حراريه، يمكن خلينا نحكي عنها هي بحاله السمن يعني طبعا. طلاب المدارس عم نشوفهم يعني ما شاء الله يعني صح. ايه يعني بشكل رهيب، حتى انه بتقولي ما شاء الله انه ما مبين عمره صح. ايه قديش هذا الشيء بيأثر حتى على الهرمون؟ كثير كثير. هلا هاي السندويش الفاست فود بشكل عام شو بتخلي بالدماغ؟ انه الدماغ ضل يطلبها، احيانا بصير الطفل ممكن يتحول لعدائي بيأدمن عليها لانه فيها مواد وسعرات حراريه بتخلي الشخص دائما يطلب انه انا بدي اكل هالاكله. مشان هيك يا بدها تخفف المصروف عشان ما يقدر يشتريهم صحيح. تماما، يا انه هي مثل ما قلت تعمل له بالبيت، تقول له رجع انا حاعمل لك اياها بالبيت، وتعمل له اياها مثل برا تكون طيبه يعني نفس الطعمه، بس مثل ما قلت حتكون اكل اقل سعرات. بيضل بحب برا. هاي المشكله. هو اوكي تخليه ياكل مره بالشهر برا، بس اذا دائما عم تلحق له هالاكلات هي بالبيت ولما بدهم يشوفوا الاهل اصلا هن عم ياكلوا طبخ ويقعدوا يتساير، دائما الولد بيقلد اهله، فلحاله رح يستوعب انه قديش سيئه هالاكلات وقديش ومانا مفيده وفيها سعرات حراريه عاليه. مثل ما قلت اهم شيء بدها تكون هي يعني شغله الاهل صح. اكيد. ويمكن الشراكه حكينا مره عن لما بتشترك الست مع اولادها بانه يصنعوا اي شيء او يعملوا اي شيء، هذا شيء بحفزهم بحفزهم على انه هن ياكلوا اكل يمكن من ايديهم ومثل ما عودتهم اذا عودتهم من الصغر فهن بالكبر بصيروا تمام. اكيد يعني كثير نصائح اليوم، ان شاء الله يا رب كل ست بيت عم وكل ام عم تحضرنا تكون استفادت منهم. بدنا نشكرك ايفان، يعطيكم الف عافيه. بدنا نشكر وجودك معنا ولكل النصائح اللي قدمتيها. يمكن اسئله كثيره دائما بيتسالوها الاهل لا يقدروا ويبنوا صحة جسم ابنهم بطريقة صح، وخاصة بأيام المدرسة تجنبا لأي مرض. أكيد. نتشكر وجودك معنا مرة ثانية. شكرا لك حبيبي. شكرا انك جوعتينا. شكرا. أهلا حبيبي.